عليكم السلام. سيمو بخير يا الحمد لله. الحمد لله، الله يطول لي عمرك، انت بخير؟ الله يحفظك ويطول لي عمرك اخويا. الله يكبر بك اخويا، مرحبا بك والف مرحبا. خويا معك حكيم بجعد 28 سنة. حكيم بالجعد 28 سنة، من باغي دير التيست السي حكيم؟ واحد البنت سميتها أسماء. منين؟ هي بجعد. شحال في عمرها؟ 20 سنة. شحال من شوية مع بعضياتكم؟ خويا دابا شي شهرين دارو وكنقولو الخطوبة إن شاء الله. شهرين، شنو العلاقة اللي كتربطك بها دابا حاليا؟ غير مصاحبين؟ علاقة حب أخوها. امتى ان شاء الله ناوي نديرو الخطوبة؟ بإذن الله. أري النمرة ديالها، صفر، زيد، 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 يلا حاول ما تهضرش حتى نقولها لك، أوكي؟ مرحبا أخويا. الو، السلام عليكم. فين اسماء؟ صافا لاباس عليك؟ كي دايره؟ الحمد لله صافا، كلشي مزيان؟ الحمد لله. كي دايره مع الصحه؟ كي دايره مع الصيام؟ كلشي بخير الحمد لله. الحمد لله. غالبه ولا مغلوبه مع رمضان؟ شكون معايا؟ ما عرفتيش شكون معاك؟ لا ويلي، مشاو لك النوامر ولا بتلتي تليفون ولا شنو؟ واش مشاو كتي النوامر ولا شنو؟ كيفاش ما عرفتيش شكون؟ ايه واش شتي؟ ها؟ ممكن نعرف شكون؟ ايه واش نتقلق دابا ولا بلا ما نتقلق؟ ورا انا اللي خصني نتقلق حيت كنسول وما لا، ورا انا اللي خصني نتقلق، لي فرطي في النيميرو ديالي. شتي؟ كيعجبنيش بحال هكا. واش مشى لك التليفون ولا بدلتي النوامر؟ انا الا كنتي النمره انت اللي فرطتي فيها غادي نقطع دابا، ولكن الا كان مشى لك التليفون تفرمط التليفون. اه تفرمط التليفون. اه هي هو، قولي لي من الصباح انا كنت غنتقلق والله الا كنت غادي نقطع بالله. شكون معايا الاخر؟ ما عرفتينيش؟ يلا شو واش تعرفيني من الصوت ديالي؟ واحد السيد عزيز عليك بزاف. يلا نشوف واش غتعرفيني من الصوت ديالي ولا لا. ما عرفتكش. اه واحد السيد عزيز عليك. لا لا كنت لابسه بالانفار ديالي. اه دابا كنت لابسه بالانفار ديالي. اي نو، هذا الشيء اللي بغيت. مش هاد المره هادي ملي فورماتي التليفون تمسحي نمرة ماما، تمسحي نمرة بابا، تمسحي نمرة كاملين، تهزي نمرتي تقيديها في التليفون. نقيد نمرتك. تقيديها في الماريو ديالك، انا النيميرو ديالك خصك تخليها في الماريو ديالك. صافي انا مقيده في الكارني ديالو. ايوا هكاك. كي دايرين بعدا الجو عندكم في بجاد؟ كديرين الدار لاباس عليهم؟ كلشي بخير؟ كتسمعني ولا لا؟ كلشي بخير بصح. الحمد لله. توحشتك. وي ربي كيفاش خويا؟ ها؟ عارف لما قلت شكون؟ ايوا حاولي شوف واش تعرفي شكون معاك. واحد السيد عزيز عليك، كتحماقي عليه، واخا انا صراحة انا اللي قلبت عليك. انا اللي كنت انا اللي قلبت عليك بصراحة. لا شوفي واش عارف، يلا قولي لي، واخا تعطيني شي سميات ماشي مشكل، ما كنتش انا نقول لك انا ولا ماشي انا عادي. والله ما طاحت لي دابا حك الصوت ديالك اصلا، ما بغاش يدرك وليت في الدراري ما بغاش يدخل. شكون اللي كتعرفي عايش في ايوانينا؟ عايش في ليه؟ ما قلتلكش ليه، قلتلك عايش من اينو؟ او انت ما عارفاش الدوله هذه؟ والله ما سمعتك. ماشي مشكل، يلا شوف واش غتعمل. ما قلتلكش ليه، قلتلك النرويج. يلا شوف واش تعرفي ولا لا. ها؟ عطيت حمار. بعتي انا ما عرفتكش. انا ما غنشريش حمارك، حمارك صغير. ما خصني نعاود. قولي لي. ما مزيان ملي استسلمتي. لا لا ما نصعبش عليك. قولي لي بعدا شنو ولا
الو ماشي ماشي قولي لي يا اخويا اشنو امرا، شي درتي شي خطوبات، زوجتي، باقا ديال راسك؟ دابا ما نبقى نجاوبتي لي شي حاجة تجاوبني انت. عادي، سولتك واحد السؤال غادي تجاوبيني. واش درتي شي علاقة حب حياتك ولا باقا ديال راسك؟ خويا انت ما عرفتش شكون معايا. ما بغيتيش تجاوبني؟ شوفي، الا كنت مكدر عليك ولا متقلق غير قولي نقطع دابا، انا ما عنديش مشكل نقطع. كيفاش ما كتبدلش؟ باقا ديال راسك؟ ايوا صافي، هادشي اللي بغيت. معاك ولد الحاج طوبة. علاش غنتفلا؟ ولد رئيس الجماعة ديالكم، مالك؟ راني معايش عندكم تما، ديال بجاد. عقدتي عليا ولا لا؟ كنجي مرة مرة قليل. فين كنجي تما؟ الشاوش ديالنا اللي كان جاب لي نمرة ديالك من واحد الدوز. ما عرفتينيش، الناس كاع ما عرفتكش. سولي اصحابك كيكون كيعرفون. دابا نوض انا دابا نسيت الا بغيتي ما نقطع، الا بغيتي نقطع نقطع اسماء، ماشي مشكل. ولا بلاتي نتفاهمو. نوض انا في هاد الليل شد لقشة النمرة فونات الدم، الولد كان عارفو ونسيت عليه، مشيت لدي النمرة نوضة قبيلة باش نسولك انت باش تجاوبني. كيفاش ما علاش ما فهمتش؟ تجاوبنيش انت احسن من نوضة انا قبيلة؟ كيفاش من روضة قبيلة؟ دابا قلتي لي سولت حواتك هي زعما باش راك يعرفوني كاع، كيصيفطوا لي في انستغرام ديالي وانا ما كنجاوبهمش. انا انت اللي عجبتيني صراحة في هاد بجعد هادي. انتي بغيت نهضر معاك. انتي انا شوف، راه غادي نكون في بجاد 15 يوم الجايه، عندنا شي تدشينات تسمى شي حاجه وغادي نجي. شوف أنا مرحبا بك في الجهاد، راه بلادك هاديك، أنا الله بغيت يخطيك. نعرف دابا شكون. انا راه قلت لك شوفي، معاك ولد الحاج طوبه رئيس الجماعه ديالكم. اوكي، النمره ديالك كنت لقيتها في واحد الاكستريات ديالك، وشفت غير التصويره ديالك، واخا كتباني في التصاور خايبه ولكن انت زوينه. كاينه في حدا الرون بوان ديال برقندوز، الرون بوان ديال برقندوز، محال واش تعرف فيها؟ حاش اسماء، اسماء انا نقول لك، تاف عمرك شحال عندك؟ 20 عام. والله ما عندي 20 عام. شحال عندك؟ عندي 21 عام. ايوا هي، راه يلا كملتيها. لا عندي 21 عام. طالع 22. المهم اهم حاجه انت ديال راسك. واش انت ديال راسك؟ الحمد لله دابا صافي. مبقاش كاين شي حاجه مستقبلا نقدر. اوكي، انا دابا ماشي سوق في مستقبلا ولا بعدا. انا نسولك واحد السؤال، انا نسولك اسماء واحد السؤال. اخويا لنفترض دابا انا المهم غير لنفترض، لنفترض صافي باش ماشي تبقى تقول لي وانا دابا. لنفترض دابا انا لقيتي في هذوك المواصفات اللي انت باغياهم كاملين، وان شاء الله نجي نتزوج بك على سنة الله ورسوله. اوكي، غادي تقبلي انك تزوجي بيا ولا ما كتفكريش حاليا في الزواج؟ لا دابا غير جاوبيني، كنقول غير لنفترض. اذا كنت تخليني نكمل قرايتي الناس هاد العامين. مرحبا بك، مرحبا بك انت في الدار قدامك. ايوا المهم راه غادي نجي ان شاء الله، منين نجي وغنهضر مع باك. صافي. نعم حبيبي. انا غنمشي شي حاجه، واش تقول لي؟ غنقول لي بنتك. اما حنا راه باك راه كيعرف الوالد، حيت راه كيجي ديما على اللي يسني لي على شي وراق شهاده السكنه وداك الشيء. ايوا صافي، غنقول لي راه بغيت بنتك على سنه الله. يا ربي ها انت كاع ما تيختيش، بلاتي خليك معايا نوض البيت. لا شي ديك نعطيك تضرب مع الشاوش. الو الو، هاك هاك التليفون.
الو، سمعتيها حكيم؟ وحكيم اخو حكيم اخويا، سمعتيها؟ سمعت اخويا يلا حكيم. ها هو الشاب، شو يهضر معاك؟ هضر معاك. اسمع الو، الو، اسمع اسمع معك حكيم. حكيم حكيم، شكون حكيم؟ اسمع اهلا. كنسمعك كنسمعك. وصافي انت فهمتيني ثلاث درجة ولا؟ اسمع انا والله ما كنسمع شي حاجة. انا قلت لك معاك حكيم، عرفتيني دابا؟ انا عرفتك حكيم. وانت فهمتيني ثلاث درجة بحال هكذا؟ قول واش تي ديال راسك. اسمع الله يهديك، عرفني حكيم. اسمع شوفي، اسمع الله يهديك، غادي معاك انا بنيتي قسما بالله. حكيم قطع هذا الكيفون، اثبت التليفون فاش كتهضر معاه، فاش كتهضر معايا قطع الكيفون. شي واحد ما كنسمعك الصوت بعيد. شوفي اسمع، ما هذاك ما حدايا ما حدايا، في هذاك ما بعيد علينا حنايا بجوج، وما فهمتش انايا كارتيني ثلاث درجة ما عرفتش علاش. قول دابا كون جا شي واحد يتزوج بك وقبلتي. انا كنعرف نعرف حكا انما ملي كتطلع عندي في التليفون، كتطلع اول مره نصوني، كتعرف بلي انه ما مره ما دخلت عندي التليفون. بس داكشي على الدوام كان خصني نقول ليه هو، وكان عندي شي واحد علاش قلت لي مستقبلا ما عرفتش. صافي حتى سمعتيني، قلت مستقبلا ما عرفتش، دراهم كان خصني نقول ما عرفتش. فاش قال لي نجي نرجع نتلاقى معاك، قلت لي مرحبا بك. واش ميتين ولا شنو هو؟ انت يلاه قلت لك نجي نتزوج، قلت لي تخرين كم قرايتي، قلت لي تخرين كم قرايتي، اجي مرحبا بك. شكون بلاتي ابار؟ واش عرفتي شكون اللي كيهضر معاك ولا ما عرفتيش؟ شكون؟ معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج، الشمس العشيه. خويا وي لا نسي عليا بلادك، نسي عليا ديك، راه غير فاش كنت كندوز الطريق. دابا قلت لك انا غادي نجي ان شاء الله نتزوج بك، ولا لقيتي فيا كاع داكشي اللي بغيتي، وقلت لي ليا مرحبا بك، غير تخليني نكمل قرايتي. قلتيها ولا ما قلتيهاش؟ ايوا هكا. قلت لك واش عندك شي واحد في حياتك؟ بلاتي قلت لك واش عندك شي واحد في حياتك؟ اش قلتي ليا؟ قلتي ليا لا ما عنديش. انا خلي حاجه، ولكن الا كانت شي حاجه مستقبلا مستقبلا. وحكيم دابا انت كتشوفي المستقبل، حكيم دابا من المستقبل ولا من الحاضر؟ اسماء الذكاء الاصطناعي، هضر مع اخويا انا راه قعدت وليا. اسماء حكيم، وحكيم راه عارف نفس شي مره فرقه عارف راه فتحها وكنظن عارف شاده وفاته. راك شفتي اسماعيل اش وقع؟ وبقيت كانت حتى عرفت شكون، وبقيت نهيتيني، وبقيت ما خليتش ما درتي. دابا ما كاين حتى شي مشكل اسماء، صافي اللهم صافي. دابا انا عرفتك فهمتي، انا شي واحد انا قلت لك بغيت نوصل، بغيت نوصل لي. واش من نيتك دابا حكيم في كتهضر؟ شوفي اسمع، ولكن كرتيني ذكرتيني لدرجة ما كنعرفينيش كاع. حكيم اش قلت لك؟ قلت لك مستقبلا، راني نهضر في حياتي حياتي، ما تعرفنيش، قلت أول مرة ما تعرفني شي حاجة. كيفاش مستقبلا؟ كي باسا؟ قلت لك مستقبلا ما تقدر تكون شي حاجة، ولا عارف، أنا كان هذا دابا ما عرفتش شكون. انا بدا لي سالاتهم ليا. خويا عندك شي حاجه باغي تقولها ليها؟ هو اش غادي نقول لك؟ الله يكا كنت كنبغي من دابا غادي مع بنيتي، والله خويا سبحان دابا عرفت على حقيقه كم بقى عندي من نقول. والله اسماء الذكاء الاصطناعي، عندك شي حاجه بغيتي تقوليها؟ صافي شكرا وسمح لينا. راكي دايزه معنا في الراديو. وي اسماء صافي صافي شكرا سمح لينا حكيم. صافي يلا الله يعاونك، يلا الله يعاونك، بلوك في كل شيء. صافي واخا خوات محمد سمعني، ازيك؟ عليك مبروكة خويا، راه بلوك في كل شيء. خوا ماشي خوا، قلت لك راه بلوك في كل شيء. صافي الله يعاون. والله قسما بالله خوت محمد، الى درجة دوت لي الوالدة، قلت له صافي المرة
الخطوبه ولا تحياتي لك اخويا مع السلامه. ونزيد واحد النقطه تقريبا من العائله كاع. ايوا اش نقولك، تحياتي تبارك الله عليك اخو محمد، واش مبروكه. يلا مرحبا.